الناس تفهمت باللي اليوم الأوميكرون الحق باش يدير اللقاح الطبيعي. دوك الناس المناعة نكتسبوها عن طريق اللقاح ولا عن طريق العدوى الطبيعية. ربما من خلال كلامك أفهم بروفيسور جنوحات على أن كورونا ستنتهي. والله كان قولين، القول الأول ستنتهي، ولكن القول المرجح اليوم وهو أن الكورونا راح يتحول إلى فيروس خفيف كما الفيروس تاع الإنفلونزا، ولهذا الأغلبية تاع الدول كما تكلم الزميل راهي بدأت تفتح.